المباراة التي موسى التعمري نذكر بتشكيل كلا المنتخبين. المنتخب الأردني الشغري في الهجوم المهاجم الوحيد والصريح يزن العيمات بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد. على الناحية الأخرى المنتخب الأندونيسي في حراسة المرمى ناديو. المنتخب الأردني الضغط موسى التعمري ولكن مقطوعة حاول يمر فيها إلى دمير الكرة العرضية ركلة مرمى للمنتخب الأندونيسي. باقات في كرة طويلة من باقات هنا لحظة تبرير الكرة ما في تسلل ولكن في الكرة الماضية إحسان حداد ينقطع إحسان حداد البحث عن الكرة العرضية الكرة العرضية ولكن مقطوعة وأيضا الكرة الأخرى أيضا كانت عن طريق محمد دميري يعني عدم وجود أي خطأ آخر. عقرب موسى التعمري إحسان حداد كرة أمامية يزن العيمات تغطية موجودة الكرة إلى خارج أرضية دائما يزيد علي علوان في ناحية الهجوم الشقيق نتمنى لهم التوفيق. وبصراحة يعني المنتخب الأردني بكل حيادية وبكل صراحة يلعب كرة جميلة ويلعب كرة منظمة ومنتخب عبد الباسط. خطأ لي المنتخب الأندونيسي باقات وصل إلى المرمى ضيع فرص محققة وواضحة ولكن الآن المنتخب الأردني حسان حداد طويلة عبد الله نصيب بالراس والتسديد حسين يصيده يوم أخذ له مساحة ويعني محضر نفسه ولكن التسديدة موسى التعمري يتراجع يتقدم الظهير اللي هو إحسان بن بهاء عبد الرحمن للمنتخب الأندونيسي اللي طلعها أساسا لعلاج لاعبة يحسب له ويحسب أيضا لكلا المنتخبين في مباراة اليوم. ريانتو ريزكي رمضاني إلكان باقات على العكس من ذلك دائما يحاول يبني هجمة بالشكل الصحيح ممكن يخطئ في بعض الأحيان أي خطأ داخل منطقة الجزاء ضد الفريق المدافع ممكن ركلة جزاء. الكويت والقناة الرياضية في نقل تلفزيوني مباشر 2023 السنة القادمة بإذن الله تعالى. نذكر بأن شوط المباراة الأول في هذه المباراة انتهى بالتعادل السلبي صفر في تنبيه اللاعبين هو باقات وعبد الله نصيب باقات وعبد الله نصيب حكم اللقاء في تهدئة للثيم محمد الدميري أيضا في نقاش مع حكم اللقاء في هذه المجموعة واللي كانت مفاجئة طويلة سهلة جدا لحارس المرمى اللي يعني ينحسب عليه بأنه ما تقدم لكرة الهدف نوعا ما يعني ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الأندونيسي بهاء عبد الرحمن واحد من اللاعبين رمية التماس تتنفذ داخل إعادة الكرة إلى مقطوعة بدأ المنتخب الأندونيسي يضغط نوعا ما باقات إلكان الأردنية المتواجدة في دولة الكويت احتجاج في ركلات الجزاء المباراة الأولى تسديدة جميلة ما حالف فيها الحظ مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس يتحسر المنتخب الأردني على كل فرصة ضائعة ركلة ركنية للمنتخب الأردني كرة العرضية إنقاذ من قلب المباراة آخر أربع دقائق في دور الروابدة أحمد سمير إلى حمزة الدردور ولكن تنقل اللاعب باراتاما أرهان ولا نعم تبريرة البينية ما توصل خطأ واضح إنذار ممكن نعم إنذار إدارة إضاعة الوقت بطريقة واضحة جدا مالك علاقة الحكم صفر فاول خلاص مالك علاقة بالكرة شوفوا يعني هو عمل فاول
وزل ركله ركنيه التنفيذ انتوني كوك الرز الله والله يعني الصوره هي ابلغ دليل. بالنهايه كانت مفاجاه. يذهب الى الصداره ثلاث نقاط للمنتخب الاندونيسي. هنا هذه الكره هل هي ركله جزاء ولا لا؟ بالنهايه الحكم لحكم اللقاء. ولكم اعزائي المشاهدين الكرام.